فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا اجتهد العلماء في تحريم أو تحليل بعض الأمور لمصلحة الناس، هل يعد هذا من اتخاذهم أربابا من دون الله؟ لمصلحة الناس؟ من قال هذا؟ ما يؤخذ بقول العلماء إلا المستند إلى الدليل من الكتاب والسنة. نعم، ومصلحة الناس باتباع الدليل. نعم، ما هو مصلحة الناس باتباع أغراضهم وأهوائهم وشهواتهم، لا. نعم.